ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ حسن راضي. مرحبا بك أستاذ حسن. يعني نتنياهو قدم في استعراض غير مسبوق لرئيس وزراء أدلة على كذب إيران، ماذا قرأت ما بين السطور؟ حقيقة طبعا هذا يثبت المعلومات والوثائق التي كشفها الرئيس الوزراء الإسرائيلي، تكشف أنه مراوقة إيران وخداعها للمجتمع الدولي، حيث أولا إيران ليست المرة الأولى التي تخدع العالم وتراوغ وتخفي برامج نووية ومفاعل نووية، حيث إسرائيل في السابق أيضا كشفت بعض البرامج والمفاعل، وأيضا المعارضة الإيرانية كشفت البعض الآخر، وإيران كانت تخفي تلك الأمور وبعد ذلك اضطرت إلى الاعتراف بعدما قدمت المعلومات الدامغة. الآن السيناريو يتكرر، لكن هذه المرة بعد الاتفاق النووي وبعد أن إيران أعلنت أنه ملتزمة بالاتفاق النووي، لكن المعلومات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بالصور والأفلام والمعلومات يعني تبدو أنه دامقة ولا مفر من نكران إيران لها، وأنه إيران نكرها وقال معلومات قديمة يعني ترجع إلى قبل عام 2015، لكن يعني الوثائق تثبت بأنه معلومات جديدة. هذا يعني أنه الآن إيران أصبحت إمام، ليس فقط أمام الولايات المتحدة الأمريكية بل أمام العالم كله، والآن على إيران أن تجيب وتثبت عكس ما جاء بتلك الوثائق، وهذا يثبت من جديد بأنه إيران لا تلتزم بالمعاهدات والمواثيق ولا الاتفاقيات الدولية. لكن هناك من يرى أن نتنياهو يريد أن يظهر بمظهر المستهدف وأن الأمر ليس بهذه الخطورة التي صورها. طبعا إذا أخذنا يعني سياسات إيران في المنطقة، يعني إيران المستهدف من إيران ومن كل أعمالها الإرهابية في المنطقة هي ليست إسرائيل ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر على أقل التقدير، بل هي المناطق والدول العربية. لكن إسرائيل بما أنها تمتلك السلاح النووي ولا تريد أي دولة تنافسها في المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى أنه استراتيجيا وعلى المدى البعيد لا يستطيعون الحساب على إيران، وربما يأتي تيارا متطرفا أو الحرس الثوري يمسك بالسلطة ويقوم بأعمال إرهابية غير محسوبة، لذلك أنه إسرائيل تحسب للمستقبل ولا تريد دولة تنافسها من جهة، ولا تريد تهدد أمنها القومي ولا حتى الدول الأوروبية في المستقبل، حيث لا ضمانة للنظام الإيراني ولا ضمان لالتزامه. لذلك أنا أعتقد أنه إسرائيل قدمت المعلومات الدقيقة كما قدمتها في السابق حول برنامج إيران النووي، وأنه يعرفون جيدا إيران غير ملتزمة وتراوغ، لذلك هذه المعلومات جعلت إيران يعني يواجه كل العالم، ونعتقد سيسرع من يعني الإعلان الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي، وستقف الدول الأوروبية نعتقد جميعا يعني إلى جانب القرار الأمريكي، وستضغط وسيكون ضغطا جماعيا على إيران لإعادة الاتفاق من جديد، واحتواء إيران ليس فقط في الاتفاق النووي بل سياساتها في المنطقة والصواريخ البالستية والتفتيش الصارم وغير ذلك، وهذا بمعنى أنه إيران رجعت إلى المربع الأول ما قبل الاتفاق. يعني مع محاولات إقناع بريطانيا وألمانيا وفرنسا الرئيسة الأمريكية دونالد ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، يعني كيف تنظر إلى مستقبل هذا الاتفاق النووي الغربي مع إيران بعد المؤتمر الصحفي لنتنياهو اليوم بموازاة محاولة إقناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترامب بعدم الانسحاب من هذا الاتفاق؟ أنا أعتقد طبعا اليوم جعل مهمة الدول الأوروبية صعبة للغاية في إقناع ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي. الآن الموقف الأوروبي أنا أعتقد بعد هذه المعلومات سيكون أقرب بكثير إلى يعني إلى الموقف الأمريكي، إضافة على أنه كانوا متفقين مبدئيا مع ترامب بأنه لابد وأن يكون هناك اتفاق مع إيران
يحفظ هذه الاتفاق، وايضا يحتوي ايران في الصواريخ البالستيه وفي سياساتها التوسعيه، وايضا يحتوي ايران ما بعد 2025، حيث هذا الاتفاق هو لا يضمن لا يضمن برنامج ايران النووي ما بعد 2025، حتى لانه بعد ذلك التاريخ ستكون يد ايران مفتوحه في تخصيب اليورانيوم وفي يعني ازدياد اجهزه الطرد المركزي. لكن انا اعتقد بعد هذا اليوم الأمور ستتغير وستكون إيران في زاوية ضيقة، وأنا أعتقد سيعاد النظر في كل الاتفاق النووي إذا ثبت فعلا ما ذهب إليه الرئيس الإسرائيلي. نشكرك شكرا جزيلا المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ حسن راضي، كنت معنا من لندن.